بما ان اللغة الايطالية هي دراستي اصلا، واشتغلت مع طواينة كتير وعشرتهم وشفت بيطبخوا الاكل ازاي، وبحب اطبخ معاكم الاكل واشارككم الوصفات بتاعتي، فقلت ليه مشاركش معاكم وصفة البيتزا الاصلية اللي انا اتعلمتها منهم، بعيدا بقى عن كل البروباجندا اللي بنشوفها على السوشيال ميديا في المطاعم. كل اللي احنا بنشوفه في مصر ده لا يمت للبيتزا الاصلية بصلة، لان هي مكوناتها ابسط من كده بكتير، وهتضمن لكم ان انتوا تتحصلوا على بيتزا قطنية وهشة. والبيتزا الأصلية فعلا اللي اتعملت من طلاينة طعمها العالم كله بيحكي عنه، لأنها أبهرت العالم. فركزوا معايا بقى في الفيديو كده وشوفوا المكونات بالظبط، حاولوا انتوا تعملوها علشان توصلوا للطعم المطلوب اللي هو الطعم الأصلي. المكونات بسيطة جدا جدا ومتوفرة في كل بيت. بنص كيلو دقيق بالظبط، تمام كده، وضيف عليه ملح وقلب، تمام، ونص كمية الدقيق هضيفهم مية، هاخد جزء من المية اللي هضيفها احطها في كوبايه واحط عليها خميره فوريه وسكر واسيبها شويه. طبعا الميه تبقى دافيه، ما تبقاش دافيه قوي عشان ما تموتش الخميره. انا نبهت ان الميه تبقى نص كميه الدقيق، تمام، يعني لو هتحطوا كوبايتين دقيق حطوا كوبايه ميه، لو هتحطوا اربع كوبايات دقيق حطوا كوبايتين ميه، وهكذا. نقلب كويس ونضيف زيت الزيتون. زيت الزيتون مهم جدا يا جماعه، لو عايزين تكتسبوا طعم العجينه الاصلي يبقى ضيفوا زيت الزيتون، ما تستبدلوهوش باي زيت تاني، ونبشر في العجن زي ما احنا ما شايفين كده. بعد كده نقوم سايبينها. البيتزا الاصليه بتتساب ساعتين يا جماعه، بتتساب ساعتين بتخمر، تمام، بس نسيبها نغطيها ونسيبها ساعتين مش اقل ومش اكتر. لما بتسيبيها بتخمر براحتها بتبقى فلافي، بتبقى قطنيه وهشه وحلوه جدا، فما تستعجليش عليها بجد علشان تطلعي النتيجه المظبوطه. بس بعد كده بسيبها بقى تخمر، وبعد كده بفردها في الصينيه. بعد ما بفرد على الصينيه زيت، وبحط الصلصه بتاعت البيتزا الاصليه. الصلصه دي بتفرق في الطعم بشكل مش طبيعي، يعني لازم تعملي الصلصه بتاعتهم، اصل هي مكوناتهم بسيطه جدا جدا، مجرد عجينه وصلصه وتوابل، وبتطلع احلى طعم اللي هو الطعم الاصلي. فانا هسيب لكم في الديسكريبشن بوكس طريقه عمل الصلصه الاصليه للبيتزا، تمام كده، اتفرجوا عليها واعملوها بنفس الطريقه دي عشان تطلع معاكم البيتزا الايطاليه بالشكل الاصلي والطعم الاصلي، تمام كده. مش خالص، هي مكوناتها سهله وبسيطه ومتاحه في كل بيت، بس اتفرجوا على الفيديو وشوفوا الطريقه واعملوها بالظبط. هي بتتعمل في العاده بزيت زيتون وتوابل، والصلصه ذات نفسها بتتعمل بشكل معين، اللي هي الطماطم بتتسلق بشكل معين وبيقشروها بيعملوا بيها حاجات تانية. فاتفرجوا على الفيديو وبعد كده بشروا بالفيديو ده. بعد كده بنفرد الجبنه الموتزاريلا، بتتحط بالشكل ده، بتبقى قطع اصلا، تمام، بتتحط على البيتزا بالشكل ده، مش بتتغرق قوي يعني، وبيتحط عليها قطع الريحان. انا طبعا عملت نص ريحان ونص بالمشروم، هي طبعا الاصليه اللي هي النابوليتانا بتبقى بالريحان بس، بس انا بعشق المشروم فقررت ان انا اقسمها يعني نص كده ونص كده بس. بعد كده هقوم حطها في الفرن. هما بيحطوها على حاجه اسمها بيترا او حجر كده، يفضل لو انت عندك فرن طينه قديم قوي تغبزيها فيها، هم عندهم حاجه زي كده اسمها بيترا، حجر حراري بيدي احلى طعم حرفيا. بسيبها حوالي 10 دقائق وبعد كده بطلعها، بيطلع معاكي احلى بيتزا في الكون. الطعم تحفه، الشكل تحفه، قطنيه فلافي جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت المذاق بيبقى مختلف، مش اللي احنا متعودين ان احنا نشوفها في المحلات خالص خالص خالص، هي بتبقى ابسط من كده بكتير واحلى واطعم. فجربوها يا جماعه، شكلها طبعا بيشهي جدا، مكوناتها بسيطه جدا جدا، وهي دي البيتزا الاصليه، فككوا من اي حاجه تانية. هو ده اللي الطليانه بيعملوه بالظبط، بعجينه وخميره وشويه مكونات بسيطه، بطلع احسن اكله ممكن العالم يشهد بحلاوتها وطعمها الحلو. بس بتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوني، وتدوسوا لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس. وكمان هسيب لكم في البلاي ليست قائمه كده بالاكلات التانية اللي انا عملتها سواء ايطاليه او عالميه بشكل عام. يلا مع السلامه.